الراديو 90 90 هواها مصري. برضو الحاجات الهامة اللي كانت موجودة في السوشيال ميديا والأخبار واللي هي طبعا هتخص برضو أحوال البلد، احنا عارفين البطل محمد إيهاب يعني صاحب الإنجازات العالمية، برونزيات فضيات ذهبيات في كل المحافل، بطولات أفريقيا بطولات العالم الأولمبيات، مشاركة عالمية. شفنا ليه تويتة يعني الراجل كاتب فيها يعني احنا فعلا اكتر كمان من 1000 شركة محمد و1000 رجل اعمال وما فيش حد يقدر يرعاني لحد اولمبياد 2020. انا مش عارف يعني ده ممكن ازاي يكون حاصل عندنا. خلينا نتكلم يعني لازم نسمع من البطل نفسه وجهة نظره ايه اللي بيحصل، هل احنا متأخرين، احنا خلاص على 2019 والاولمبياد 2020 بناخد قد ايه. كل ده بيشرفنا دلوقتي البطل محمد ايهاب، منورنا يا بطل. يا اهلا وسهلا، مساء الخير. طبعا منورنا في حال بلدنا والراديو 90 90. خلينا نقول التويته اللي انت كاتبها لو توضحها لنا اكتر، احنا فعلا لسه لحد دلوقتي مش محطوط بروجرام ليك، مش محطوط. انا عارف ان بيبقى فيه سفريات وبيبقى فيه معسكرات خارجيه، ايه اللي حاصل؟ والله الفتره اللي فاتت كان فيه انجازات كبيره، فالناس شايفه ان طالما فيه انجازات يبقى الوضع كويس. ولكن انا كنت بغطي متطلباتي في الفترة اللي فاتت من مكافآتي اللي انا ما باخدهاش كاملة. فلحد الرسمة انا وصلنا في فترة دلوقتي اخر سنة للدورة الاولمبية، وكل المنافسين بيضعفوا تجهيزاتهم عشان يقدروا يحصدوا ميدالية اولمبية، فانا عاوز احافظ على اللي انا وصلت له الفترة اللي فاتت، فمش هقدر ان انا اواكب المؤشر التطور بتاع المنافسين لوحدي. طبعا يعني توفيق ربنا معايا في البطولات الحمد لله من 2014، ولكن الفترة اللي جاية فترة حساسة جدا، ختام مشواري وعايز اختمها بذهبية طوكيو برقم اولمبي، التاريخ مستنيني، ولكن لوحدي انا مش هقدر اعمل حاجة، والاتحاد محدود طبعا بسبب الميزانية اللي جاية له من الوزارة. والمؤسسة العسكرية بتدعم برضو على 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 قد ما تقدر، ولكن مش محدش هيقدر يوصل لارقام عالمية وارقام اولمبية زي ما انا بطمح ان انا اوصل لها الا عن طريق راعي. طبعا وبطولات رفع الاثقال اظن بتحتاج معسكر طويل وبتحتاج اعداد كبير وبتحتاج مصاريف كتيره اظن، اكيد يعني احنا رفع الاثقال من الحاجات اللي عايزه مده طويله، صح ولا؟ طبعا لا، الموضوع تراكمي اكتر يعني. انا بواصل على اللي بنيته قبل كده. انا مؤشر تطوري بيبقى عمودي يعني، بيبقى ماشي كده طبيعي، لو زاد شويه وقل شويه، لكن المنافسين المستوى المؤشر الرأسي عشان بتتضاعف الامكانيات فبيقدر يوصل لافضل من الانجاز اللي عمله. طبعا فبالتالي هو بقى دلوقتي بعد كده بيغلبني، فانا عشان ايه؟ عشان انا امكانياتي هي اللي بتتكرر. فانا عايز طفره الفتره اللي جايه السنه الجايه فيها 3 بطولات مؤهله وفيها معسكرات كتيره، عايز المؤدي النفسي وعايز المدلج معايا في البطولات، عايز يبقى متوفر الجو المناسب عشان اقدر اوصل ان انا اجيب الدهب، مش لازم كل مره جازف عشان اجيب دهب، مش كل مره احول في رقم جديد في البطوله عشان اجيب دهب. طب ليه ما انا ما وصلوش للتمرين؟ الامكانيات قليله، فان شاء الله النهارده الساعه 6 في مقابله مع سياده الوزير ان شاء الله يكون في حل جد ان شاء الله، واحنا هنتابع معاك واحنا حابين نكون نوصل جزء من صوتك. وانت كمان يعني طبعا بعيدا عن ده، لو في تكريمات مثلا يعني انا عارف انك واخد الدير جست وهتكون موجود في حفله بكره كرياضي العام او الرياضي المصري العام 2018، وفي عدد كبير من الرعاه، احنا ان شاء الله نكون كمان صوت ليك ان شاء الله، ويعني انت تستحق اكتر من كده يعني، مش هقول لك كلام لان ما شاء الله يعني سواء عدد البطولات عدد الميداليات. وهنطمن منك ان شاء الله لقائك مع الوزير كان عامل ازاي، واحنا ان شاء الله هنكون من خلال الراديو 90 90 نكون منصة ليك ان شاء الله عشان تاخد حقك، لانك في الاخر بترفع اسم مصر. فكل التوفيق ليك البطل محمد ايهاب، بطل رفع الاثقال الغني عن التعريف، كل التوفيق ليك يا بطل. شكرا ليك لوجودك معنا. كان لازم نعمل المكالمة دي لان الابطال دول احنا بتاخدنا كرة القدم، بتاخدنا رياضات كتيرة، لكن الناس دي اللي فعلا هي اللي بترفع اسم مصر مرات عديدة، وهم اللي بيحققوا انجازات مختلفة، واحنا ان شاء الله من خلال حال بلدنا وراديو 90 90 نكون صوت للابطال اللي زي كده، ويا رب ان شاء الله يكون في راعي سمعنا من الرعاه، رجل اعمال من رجال الاعمال يقدر يشارك البطل. الراجل بيقول انا محتاج ابقى انا الناس التانية اللي ممكن انا بتفوق يعني بيتفوق عليهم، بيبقى ليهم رعاه، بيبقى ليهم نظام معين، وده جزء بسيط من حقه علينا البطل محمد ايهاب بطل رفع الاثقال. دي بس كانت جزء ملمح لازم نبداه في حلقتنا في حال بلدنا. ابعتوا لنا بقى على 199